والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولا أما بعد، فهذا هو مجلس 62 بعد 200 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب من الضيافة أيضا. حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك. هذا عامر الشعبي. نعم، هذا الحديث، هذا الباب يبدو أنه نسخة، عندك تفصيل عليه؟ نسخة التبويب يعني التبويب يبدو في بعض النسخ، وإلا في بقية النسخ الكلام واضح متصل مع الباب السابق. وحديث مسدد هذا يعني إسناده صحيح، وعندما قال عن عامر عن أبي كريم يقصد بعامر هذا من؟ عامر الشعبي، لذلك يعني أشار إليه أو نبه عليه. وفيه ليلة الضيف حق على كل مسلم، ويعني سبق معنا أنه 3 أيام، ويعني قد يكون الحق أحيانا زائدا على مجرد الضيافة، ولكن هذا ليس واجبا، وهو الجائزة أو الإتحاف والإكرام وزيادة الطعام، هذا شيء زائد على مجرد الضيافة التي هي واجبة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. هذا ضعيف، هذا لا يصح، فإن فيه سعيد المهاجر هذا ولم يروي عنه غير أبي الجودي المذكور، فهو مجهول، وبالتالي في الإسناد الحديث ضعيف. وقوله هنا أنه يعني حق على كل مسلم فإن نصره حق، يعني معنى ذلك أنه يمكن يصير حرب بهذا الشكل، يعني يغزونه ويأخذون من زرعه وماله، هذا يعني فيه سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا، فما ترى؟ قرونا ولا قروننا؟ عندي يقرونا. ما عندك شيء آخر؟ لا. إذن اقرأها يقروننا. نعم. فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هناك فرق بين هذا الحديث والسابق، ولذلك يعني لا يصحح الحديث السابق بهذا الحديث، هذا الحديث إسناده صحيح. لماذا؟ لأن فيه أن الضيافة حق، وأن للضيف حقا إن لم يعطه فإن له أن يأخذ الحق الذي له، بينما الحديث الأول فيه زيادة أنه ينصر، أن يأتيه يعني ناس آخرون وينصرونه ويأخذون له من ماله وزرعه، يعني في فرق. لكن هذا الحديث صحيح، وقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تهاون، فلا يطلب يعني إما أنك تقدم لنا الطعام الذي نريد بالذات، إحنا لا نأكل إلا مناسف مثلا، ولا نأكل كذا، إحنا جايين ضيوف لازم لا، إن قدم للضيف يعني ما يكفي للضيف الأصل أن يقبل. فقال: فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، خلاص يكفي، أي شيء قدم مما ينبغي للضيف أن تقبلوا،
لكن إذا لم يقدموا شيئا أيضا هذا تقصير. يعني الأول أنه أنت تريد الطعام معين، لا ليس لك حق في هذا. طيب، وهذا الدليل على أن الجائزة ليست فرضا واجبة وليست حقا مكتسبا يعني، لكن لابد من الضيافة. الجهة الثانية أنه إذا لم يقدموا شيئا مما ينبغي للضيف يعني، فحينئذ لكم الحق في ماذا؟ في أن تأخذوا حقكم منه. حتى لو لم يقدموا شيئا، جلست عنده ثلاثة أيام، الثلاث أيام قال لك تفطر عندنا ولا في المطعم أفضل، فقال لك مثلا خلاص في المطعم استحيا منك. اليوم الثاني خلاص قال لك اذهب إلى المطعم. المرة الماضية قال لك هذا على وجه التشاور لأنه استحيا منك، اليوم الثاني اتعود عليه قال لك روح المطعم. ويسلك الحق في أن تأخذ حق تلك الأيام منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. حدثنا هنا فائدة في نسخة، قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء، يعني إذا كان له حق. هذا الكلام بعض أهل العلم تكلموا فيه بأنه حتى لو لم يعلم صاحب البيت أنه يأخذ هذا الشيء، كلام بعض أهل العلم، هم كلام كل أهل العلم. واستدل لهذه المسألة أيضا بأنه أي إنسان له حق عند إنسان فإنما يأخذ حقه في الظاهر، فإن لم يستطع يأخذه في الباطن. لكن الذي يترجح لي أن هذا غير صحيح، أنه لا يأخذ حقه في الباطن إلا الزوجة، الزوجة فقط. يعني الزوجة إذا الحق المقصود به كذلك، مش كل حق، يعني ليس مثلا مهرها، ليس الدين الذي لها، وإنما النفقة الواجب على الزوج إن قصر فيها فلا أن تأخذ ولو بغير علمه. يعني مش كل حقوقها، فقط النفقة الواجبة، فإذا قصر في النفقة الواجب فلها أن تأخذ منه ولو لم يعلم. أما بقية الحقوق لا، لابد من إظهار ذلك، لأن يعتبر هذا نوع من الاختلاس، ومعنى ذلك أنك ستبيح الاختلاس بمثل هذا الدليل مع أنه غير ظاهر في هذا. لا، قاضي اشتكي عليه وقاضي. أما أنك تختلس لا، لا تختلس. تخيل أنك كنت عند واحد ضيف وما قدم لك الطعام، جميل، فوجدت عنده مثلا كيسا من اللحم فوضعته في جيبك ومشيت، ها، وبعدين اكتشف أنك أنت أخذت هذا، هل سيعد هذا أخذا للحق ولا سرقة؟ هذا مشكلة، يشكك في أمان. ولو طرح هذا الكلام للناس بيقول لك فلان سارق، هات بعد ذلك أثبت لهم أنه في اجتهاد لبعض العلماء أنه هذا إيش أخذ حقه. نعم. قال رحمه الله: باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، فقال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج، ويقول: المسكين أحق به مني، فأحل من ذلك ما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. نعم، هذا الباب فيه نسختان، فيه نسخة باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره، النسخة الثانية باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير. باب نسخ الضيق إيش؟ إيش ماله؟ نعم. أقول هناك نسخة ثالثة. طيب، باب نسخ الضيق، ضيق يعني الحرج، أنه حصل على الناس حرج، حصل على الناس حرج بسبب نزول الآية. كان الناس يذهبون عند إلى الناس يكونون في الضيافة،
فيكون الطعام موجودا فيأتون بالطعام يضعونه ويأكلونه وانتهت القضية. فلما جاء النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فاعتقد الصحابة رضي الله عنهم أن كل طعام غير ما حصل عليه تراضي فإنه داخل في ذلك، إلا في أثناء يعني أنه فقط إما تجارة وإما تراضي. فضاق عليهم الأمر فنسخ هذا الضيق. معنى نسخ يعني إيش؟ وضح. النسخ بمعنى البيان. هنا أبو داود ما هو ملتزم باصطلاح الأصوليين، يعني في اصطلاح الأصوليين النسخ معنى إيش؟ يعني هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر بدليل متراخ عن الدليل الأول، أو رفع حكم دل عليه خطاب متقدم بخطاب متأخر متراخي. لكن هذا لا، هذا ما هو رفع حكم وإنما رفع فهم. هذا حصل لبعض الصحابة هذا الفهم، فضاق عليهم الأمر وخاصة الفقراء، فصار أحدهم لا يذهب فيه في ضيافة أحد خشية، فضاق عليهم الأمر فنسخ هذا الضيق. هذا نوع من أنواع النسخ في فهم السلف، وإن لم يكن هو النسخ في فهم من في إصطلاح الأصولية. طيب النسخة الثالثة، باب ما جاء في نسخ الضيف في نسخ الضيف في الأكل من مال غيره إلا بالتجارة. في الضيف ولا الضيق؟ لا في الضيف. في الضيف من مال غيره. في الأكل من مال غيره إلا بالتجارة. يعني شوي هيك الباب، باب في نسخ الضيف من مال غيره، يأكل من باب غيره بدون يأكل. في الضيف في الأكل. الضيف هنا المصدر معنى الضيافة. أي ممكن الضيف بمعنى الضيافة. باب في نسخ الضيف يأكل ولا ما في يأكل؟ في الأكل من مال غيره إلا التجارة. باب في نسخ الضيف في الأكل من مال غيره إلا التجارة، يعني الضيافة بدل الضيف، يعني بمعنى الضيافة. على كل حال يعني هو نسخة. قال طبعا حديث إسناده علي بن حسين ابن واقد هذا، ويعني فيه كلام، بعضهم حسن حديثهم حديثه وبعضهم ضعفه، لكن يعني الراوي قد يكون حسن يعني حديث حسن الحديث، وكما ترون هنا المحقق هذا الكتاب حسن له وذكر ما يدل على تحسين حديثه، وفي كتاب آخر له ولغيره اعترض على تحسين ابن حجر له وضاعفه، واعتبر أن ذلك انتصار لعلم الحديث. هنا اعترض على القول ب يعني بتضعيفه عجيب يعني سبحان الله. طيب هذا أولا. عن أبيه أيضا ثقة، ثقة له أوهام، وعن يزيد النحوي عن عكرمة الحمد لله البقية. طيب عن ابن عباس لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية. القرآن لما كان ينزل كان تحصل أفهام للصحابة على ظاهر الأمور، وما كانوا يبحثون عن الباطن وعن التأويلات، واضح؟ فكان القرآن إذا حصل في أفهامهم شيء غير صحيح ينزل القرآن بالتوضيح ما لم يتضح وبتصليح ما فهم خطأ، وبالتالي فما فهمه الصحابة هو الفهم الصحيح، وإن وقع فهم غير صحيح فإن القرآن إيش؟ يصوبه. وضحت هذه القضية ولا لا؟ وهذا دليل على صواب منهج السلف ومنهج الصحابة، فهم إما على صواب في الفهم أو أنهم يصوبون. وهذا ليس معنى أن كل الصحابة فهموا هذا الفهم، لا، هذا يكون بعض الصحابة ومع ذلك يصوبون. ومثل هذا تماما حصل في سورة إيش؟ في آخر سورة البقرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فبعض الصحابة قال يحاسبنا على كل شيء ما في أنفسنا، يا رسول الله إن كلفنا من الأعمال ما نطيق، وأن هذه الآية وأننا لا نطيقها،
تريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليكم السلام. فلما قالها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخت، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إيش نسخت؟ بس هذا الذي قال هذا كل الصحابة ولا بعض الصحابة؟ بعض الصحابة. إذن فلو نزل القرآن وفهمه بعضهم على الصواب وبعضهم على الخطأ ينزل القرآن يصوب، واضح؟ ولا سيما إذا جرى الحديث بين الناس. لكن يمكن واحد من الصحابة أخطأ في فهم القرآن لا بأس، ولا يمكن أن ينزل القرآن ويفهمه الجميع خطأ ولا ينزل ما يصوب. ففهم الصحابة معصوم من أن يجمعوا على الخطأ، واضح الأمر؟ وقد تفرق الحق بين أقاويلهم بحيث أن يعني لابد من الحق، لابد من قائل بالحق، بل لابد من قائل بالحق في كل زمان بعد الصحابة. لكن في زمن الصحابة إذا تكلم الناس في القرآن صوب حتى لو كان البعض، وهذا حصل غير مرة، ما هو بس هذا الموضع. وكان الصحابة يحتجون بهذا، فيقول أحدهم إذا اعترض يقول كنت أفعل هذا والقرآن ينزل. إيش يعني؟ أنه إذا فهموا خطأ أن القرآن إيش يفعل؟ يصوبهم، وإذا عملوا خطأ فإن القرآن يصوبهم. ثم نزلت هذه الآية: كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فقال إني لا أتجنح أن آكل منه. يدعو وبعد ما يدعو يضع الطعام فينتظر، ما أدرى أن هذا الطعام طيب ولا طابت به نفسه ولا لا. طيب الآن القاعدة الصحيحة بعد التصويب أن كل طعام طابت به نفس أخيك تأكل منه، يعني لا يشترط إظهار الرضا ولا يشترط التراضي بين أي طعام تعرف أن أخاك يعني تطيب لك به نفسك تطيب لك به نفسه تأكل منه لا بأس، واضح الأمر؟ يعني دخلت في بيت أخيك السلام عليكم وعليكم السلام، دخلت ما هو ضيف وإنما كان بينك وبين موعد اتفاق كذا إلى آخره، وأنت وضعت على الطاولة بعض الحلويات والسكاكر. طيب هذا لماذا وضع على الطاولة؟ العرف أنه وضع من أجل أن يأكل الضيف منه، تأكل منه بدون أن يأذن لك، واضح؟ لماذا؟ لأن العادة أنها تطيب نفس الإنسان، لكن لو علمت أن هذا الشخص بالذات لا تطيب نفسه ولو قدم إليك الطعام دعك من الطعام. ليش؟ لأن هذا يعني هذا لئيم أو بخيل وطعامه لا يطيب، نسأل الله العافية والسلامة. هذا موجود؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في طعام المتباريين. حدثنا هارون بن زيد، حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. نعم، على كل حال الحديث إسناده على هذا صحيح لا إشكال فيه، وإن كان بعضهم رواه عن غير رواه عن عكرمة من يعني من طريق عكرمة من غير ذكر ابن عباس، يعني مرسل، يعني مرسلا، وهذا لا يضر إذا اتصلت الطرق من غير طريق من لم يسنده وكان في منزلته أو أكثر أو أفضل منه، فإنه إيش؟ تقبل الرواية. أما إذا كان هذا الذي أسنده هو الأقوى وهو الأحفظ، والذي لم يسنده هو ليس من يعرف بالحفظ والإتقان، حينئذ يمكن أن يقال مثل هذا. طيب والحد نعم إيش؟ نعم. طيب هذا أنا ذكرت القاعدة، ما نريد أن نفصل كثيرا، يعني هذه القاعدة الحديث له أكثر من طريق، لا نريد أن نقف عند هذه القاعدة. طيب هذا الحديث، وطبعا أبو داود رحمه الله تعالى
هو ذكر هذا، لكن أبا داود لم يصر على هذا، والدليل على ذلك أنه أن هذه في بعض النسخ. وين هذه؟ في أي نسخة؟ في واحدة. في أي نسخ؟ ما هو معروف نسخة من؟ ليش يا أحمد؟ وين النسخة؟ هل مبينة؟ ها؟ أي نسخة أحسن الله عليكم؟ قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير. هذه ليست موجودة في كل النسخ. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. أنا عندي أثبتها في المتن وما أشار إلى شيء. لا، يظهر عندي أنه فيه. على كل حال، كما القاعدة كما ذكرنا. الآن لو فرض أنه، لو فرض الآن أن هذا الحديث بالذات بعينه، القاعدة صحيحة. لو فرض أن هذا الحديث بعينه أن من رواه عن أبي داود عن جرير، أن من روى الحديث عن جرير غير هذا كلهم لم يذكروا ابن عباس وهؤلاء الثقات، أو أنهم جماعة كبيرة، ومن رواه عن جرير هنا مثلا أنه لا يعرف بكثرة الضبط والإتقان، خلاص الحديث يكون مرسلا ويصحح المرسل، ولا يكفي أن يكون الراوي عنه ثقة. يعني كون زيد بن أبي الزرقاء اللي هو والد هارون كونه ثقة، هو ثقة وهارون ثقة، لكن كون هذا ثقة هذا لا يكفي في كون هذا الحديث غير مرسل. لا يكفي، يعني الاتصال لا يثبت بمجرد ثقة إذا كان الأكثر على العدم. فمن شاء جرير بن حازم له، يعني له من روى عنه، له رواة، إذا كان أكثرهم يروي عنه بهذا الشكل بالإرسال، يعني بعدم ذكر ابن عباس عن عكرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الراجح يكون إيش؟ أن الحديث مرسل. هذه القاعدة تطبق وينظر في هذا الأمر. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. والمتباريان إما أن يكونا متباريين أصلا في نفس الطعام، يعني أنهما يتفخران بالطعام، فالأصل لا تأكل عند هذا ولا عند هذا، أو أن يكونا متباريين في شيء آخر فيصنعان الطعام جذبا للناس. وهذا هذه الصورة يدخل فيها الآن ما يصنعه النواب يصنعون، يعني يكون هناك خيمة نيابية يجتمع إليه الناس يسمعون الخطابات، يقول لك أنا برنامج النيابي كذا وكذا. كيف سيجتمع إليه الناس؟ وماذا يريدون من برنامجه النيابي؟ ما يريدون شيء، فيصنع لهم طعاما فيأتون يسمعون. فما الذي سيجرهم إلى السماع؟ طعام. الطعام. طيب، أما فلان الفلاني يصنع طعاما أفضل، لأن معه مالا أكثر، لأنه شيخ ولأنه كذا، يعني مخصوص مشيخة القبائل وليس مشيخة الدين، فيصنع طعاما أفضل الناس يذهبون إليه. فمهما قال يسمعون، فربما لم ينتخبوا لا هذا ولا هذا. مثل هذا الأصل نويش أنه لا يؤكل هذا الطعام، ما تذهب ولا تأكل، حتى لو دعيت لا تذهب. هذه الدعوة فيها نوع من المفاخرة وفيها نوع من المصالح غير الشرعية، ما هي مصالح شرعية، هذا بذل للمال في مقابل الذمم، ما يجوز. هذا مال فاسد، والذي يذهب ويأكل فاسد، وصاحبه فاسد. ومن لا خلاص اكفي هنا، واضح؟ لا نعم، هذه الكلمة يقول لك كل أكلاته تضحك على إيش؟ قلنا طبعا اللغة السورية، يعني الذي لا يأكل أكلاته يضحك على آلاته، إيه لا يأكل أكله ويسخر منه، يعني نعم. إيه هذا المعنى صحيح؟ تفضل. قال رحمه الله: باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. وفي نسخة: باب الرجل يدعى فيرى مكروها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء، فوضع يده على عضادتي الباب،
فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلي: الحقه، انظر ما رجعه. فتبعته وقلت: يا رسول الله، ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. نعم، التزويق المقصود به هنا ستر الجدران بالستر، ستر، ويدخل في ذلك الأقمشة المختلفة، ويدخل في ذلك السجاد والحصير وغير ذلك. أصل هذا كله لا يوضع على الجدران، فما يعني يستر الجدران من منفصل، يعني ما يستر الجدران من منفصل عن نفس الجدار لا يجوز، من حصير، من سجاد، من قماش، من غير ذلك لا يجوز. بعض الناس يكون عنده يعني فتحة صغيرة في السقف، يعني في أعلى الجدار، أقصد يعني في أعلى الجدار، فماذا يفعل؟ يضع عليها ستارة من أول الجدار إلى آخره وإلى الأسفل. ليش؟ يقول لك لو وضعت هناك ما هي جميلة، تضع على قدر احنا نقول تضع على قدرها بما يناسب، لأن لو رفت فيها الريح يمكن تكشف، إذا كانت بالقدر بالضبط يعني تزيح يمينا وشمالا، تنزل قليلا بحيث لو جاء الريح لا يرفعه. لكن ليس معنى ذلك أن تأخذ الجدار من أعلاه إلى أسفله ومن يمينه إلى شماله، لا، هذا ما يجوز، وفي نهي، وهذا من النهي. والصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا دخل بيت إنسان وجد مثل هذا، يعني هذا حصل من أظن ابن مسعود، دخل بيت رجل كان دعاهم فقال: أنقلت، أو لأبو أيوب، فقال: أنقلت عندكم الكعبة؟ صار الكعبة في داخل بيتكم تستر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرنا أن نستر الحجارة أن نكسو الحجارة والطين. فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، يعني إذا حضر مكروه يجيب ولا ما يجيب؟ هذا مقصود أبي هريرة، أنه هل يجيب ولا لا؟ لا، ما يجيب. إذا كان يعلم أن بيته فيه أصنام، فيه تماثيل، فيه يشرب الخمر، فيه معازف إلى آخره، فهذا يمتنع عن الحضور. إذا كان فيه كذلك تبرج، فيه اختلاط، يقول لك: والله دعاني، والدعوة واجبة، ماذا أفعل؟ لا تذهب. نعم. السلام عليكم. يلحق بالبيت المزوق ما يوجد اليوم في سقوف البيوت من جبصين وما أشبه؟ لا، هذا الأمور اللي هي الرسومات من الجص، وكذلك الورق الملتصق، الورق اللاصق هذا الذي يوضع اللي هو بدل الدهان، فهذا ما يضر، لأن هذا غير منفصل. يعني هذا لو أردت أن تفصله تكسره، تفسده. لكن كلام بماذا؟ أن يستر بمنفصل، مثل إيش؟ السجاد، القماش، ما يسمى الآن اللي هي البرادي، هذه توضع فقط على قدر الحاجة. أنا ما قلت على قدر النافذة أو الشباك، لا، هي على قدر الحاجة. الفرق بين أن يوضع على قدر الشيء وعلى قدر الحاجة. قدر الحاجة يعني أنه يمكنك أنك أنت تتوسع قليلا، بحيث أنه لو جاء واحد نظر يمينا أو شمالا أو من هنا، أو أنه أخذت الريح تكفئه، فأنه لا يعني ينزاح عن المكان بحيث ينكشف ما في البيت. نعم. قال رحمه الله: إسناد هذا الحديث فيه سعيد ابن جهمان، قال فيه صدوق له أفراد، يعني يقول هذا كان طبعا في مثل هذا، يعني يحيى بن معين يقول فيه ثقة، بينما مثلا أبو حاتم الرازي يقول فيه يكتب حديثه ولا يحتج به. القاعدة عند أبي حاتم إذا قال في الرجل لا يحتج به أو يكتب حديثه لا يحتج به، ماذا؟ أن حديثه حسن. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب من سبق. نعم، هذا الحديث فيه رجلان، الأول أبو خالد الدالاني، والثاني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن مجهول الصحابة في حكم
المعلوم ثقة لا يضر. وأما أبو خالد الدلاني فإن ابن حجر قال في صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. وطبعا هذا الحكم يعني ربما يعني لم يوافقه فيه بعض أهل العلم، وشيخنا رحمه الله تعالى يحسن لهذا وغيره من أهل العلم يحسنون لهذا، والكلام فيه فيه أخذ ورد، وحديثه يعني يشبه الحديث الحسن حقيقة في رتبة الحديث الحسن، وبالتالي فهذا إسناد حسن. إيش قال؟ قال إسناده أيضا حسن. طيب ضعف هذا الحديث لأي شيء ضعفه؟ يتأكد، لأن أنا يعني أعرف أن أبا أنا الشيخ يحسن لأبي خالد الدالاني، لعله ضعفه لشيء آخر ينظر. تستطيع أن تشوف لماذا ضعف الشيخ الحديث؟ انظر لي. لا يعني صحيح أن كلمة ضعف هذه من أين جاءت، فلذلك ينظر إلى الكلام، يمكن الشيخ تراجع عن تضعيفه، يمكن كذا يتأكد. يعني لو أنك تسوي تخريج للحديث عندك. نعم، فالحديث فيه على كل حال الظاهر أنه حديث حسن، وهذا الراوي الظاهر أنه حسن الحديث، الظاهر أنه حسن الحديث. وأظن أن الشيخ يعني أنا أجزم أن الشيخ يحسن لأبي خالد الدلاني، رأيت له أحاديث حسنها لأبي خالد الدلاني، وأنه يعني وأنه عدل تضعيفه نوع من التشديد، فما أدري إذا كان الشيخ تراجع عن ذلك وانتبه يرجع عليه. إيش عندك؟ ظهر شيء بالنسبة للصحيحة أو بالنسبة للضعيفة؟ اكتب أبو خالد الدلاني واختر للشيخ. إيش قال عن أبي خالد نفسه ولا ضعف غيره؟ أيوة. قال حافظ صدوق يخطئ كثيرا ومن يدلس. طيب تأكد أيضا أنها الشيخ ترى، لأن الإرواء ليس هو آخر ما كتب، الإرواء من قديم كتب الشيخ، فأخشى أنا أن يكون هذا هو نفس الحديث. أي هذا هو هذا سبب نقل هذا الحديث، لأن الشيخ لم يحقق هذه الأحاديث. حديث الشيخ رحمة الله عليه لم يحكم الأحاديث السنن هذه، انتهى حكم الشيخ عن الحديث سابقا، يعني بيننا وبين حكم الشيخ مفاوز، وإنما الذي نقل هذا يكون نقله عن الإرواء. فتأكد لعل الشيخ تراجع عن هذا، والذي أذكره أن الشيخ له كلام في أبي خالد الدلاني يحسن حديثه، فأظن أن هذا هو المتأخر. يعني طالما أن هذا في الإرواء إذن المتأخر هو التحسين، هذا الذي أظن، يتأكد ولعلي أخطأت. على كل حال الذي يظهر لي أنا مسجل عندي هنا تضعيف الشيخ له، هذا هو يعني ما كنت نبهت له أنه ضعف هذا الحديث بالذات، لكن مع ذلك يتأكد من هذا الأمر. على كل حال الظاهر لي الله أعلم أن هذا الحديث إسناده حسن. إذا اجتمع الداعيان، يعني أنه إذا دعاك اثنان، يعني قال لك يوم الجمعة القادمة أنت عندي على الغداء متزوج، وجاء آخر قال لك أنت عندي على الغداء الجمعة القادمة متزوج، ماذا أفعل؟ والله مثلا هذا يصنع طعام أفضل وهذا طعام مختلف. لا، إذا اجتمع الداعيان فأجب الأول منهما. ليش؟ لأنه عندما دعاك وجب عليك إيش؟ أن تستجيب، إجابة الداعي واجبة. فلما دخل الآخر وجد محلا إيش؟ إيش؟ يعني لم يجد محل، لم يصادف محلا قابلا، ولا لا؟ لأن قبول المحل شرط من شروط نزول الحكم، أو يعني قبول ثبوت الحكم، وهذا محل غير قابل، لأنك أصلا ثبت في حقك وجوب واجب فيه، ولا يقدم هذا على هذا. لذلك هذا المعنى هو الصحيح، وهو أنه إذا اجتمع الداعيان فعليك أن تجيب الأول منهما، ما لم يتضمن حضورك عند الأول مفسدة. هذا الظاهر والله أعلم. كملت البحث ولا؟ لا. طيب بحث عن أبي خالد الدلاني، اكتب كلمة خالد الدلاني. كل مكان في الصحيحة في أثناء الصحيحة يضاعف. شوف في آخر بحثك.
انظر آخر واحدة. طيب إذا كان كذلك أنا سأراجع كلام الشيخ رحمة الله عليه، لكن الذي في بالي أن الشيخ يحسن لأبي خالد الدالاني وأظن في أواخر ما كتب وليس في أوائله، تأكد من هذا. انظر الضعيفة، الشيخ في أواخر الضعيفة يعني كتب أشياء جديدة، يعني لعله إذا ذكر في هذا يكون له كلام آخر. نعم. قال رحمه الله: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى، قال أحمد حدثني يحيى، وقال مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. نعم، هذا الباب من يعني يدل، هذا يدل على يعني إحدى محاسن الإسلام، أنه إذا حضر، إذا حضرت الصلاة والطعام في وقت واحد، ليس حضور الوقت وإنما أقيمت الصلاة وكان قد وضع الطعام قبل ذلك، يعني واحد وضع له الطعام فبدأ بالطعام فأقيمت الصلاة. طيب هنا يعني بحث في المسألة، أنه هذا الكلام الأصل فيه أن إقامة الصلاة ما كانت محدودة بوقت، يعني الناس ما كانوا يعرفون متى تقام الصلاة، وبالتالي فهو لو أخر الطعام ربما لو أخره أقيمت الصلاة في منتصف الوقت مثلا، ماذا يفعل؟ فكانوا عندما يحضر الطعام يضعون الطعام فيأكلون. الآن يعني أوقات الصلاة شبه معلومة للناس فيستطيعون، يعني مثلا في رمضان يستطيعون أن يحددوا متى يضعون الطعام بحيث الناس يصلون ويرجعوا يأكلوا، هذا هو الأصل وهذا الواجب، يعني الواجب على المرأة أنها ما تضع الطعام بحيث تحرم زوجها من الصلاة. الآن لو وضع الطعام غفل الناس عن هذا الأمر ما يعرفون، والمرأة لا تعرف أنه ستقام الصلاة ولا ما تقام، أو لا تدرك، أو أنها وضعت الطعام في وقت يعني عندها احتمال في أنه يمكن أن يأكل ومع ذلك يحضر الصلاة، فحينئذ لا إشكال. ماذا يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة وبدأ في الأكل ماذا يفعل؟ بل إذا أقيمت الصلاة وقد حضر الطعام مراد أكله حتى لو لم يبدأ بالأكل ماذا يفعل؟ يأكل، يأكل وكفايته. لا ما هو صحيح، لأن قلنا في رمضان تستطيع أن تعرف، تستطيع أن تعرف هذا المسجد الذي أنت عنده، لأن كثير من الناس يغيبون في رمضان عن صلاة الجماعة بحجة أن الطعام موضوع. طيب الطعام موضوع من قبل الأذان، ليش المرأة تستطيع أن تبقي الطعام في موضع في موضع إعداد الطعام حتى يصلي الزوج، وقبل أن يأتي تعرف بالضبط قبل بعد دقيقة بيدخل الزوج تضع الطعام. هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة التقية البعيدة عن الارتكاب، وإلا تحرم زوجها من الصلاة، لا ما هو صحيح، هذا هو الواجب. فقال هنا: إذا وضع الطعام، إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. حتى إيش؟ يفرغ، يفرغ يعني يأكل كفايته. أما واحد مثلا بدأ الطعام والشباب يتجاذبون أطراف الحديث وذهب ربع ساعة ونصف ساعة، ولكن كل واحد يأكل لقمة ويتكلم وأقيمت الصلاة، لا يقوم ويصلي. ليش؟ لأنه أخذ حاجته. أما قضية أن والله الطعام هذا اللي هو طعام الاتفاقيات وطعام الكلام وطعام مفاوضات وطعام ما أدري إلى آخره، هذا الطعام ما هو هذا الطعام الذي يقصد؟ الواحد يقول لواحد نتفق على كذا نأتي بالطعام ونأكل، طيب ويجلس نصف ساعة هو يأكل، يعني يذهب نصف العمر في ماذا؟ في الطعام. أصل أنه يأكل كفايته ويقوم. نعم، فلا يقوم حتى يفرغ، فلا يقوم حتى يجوز فلا يقوم حتى يفرغ، نفي بمعنى على النفي، يعني خبر بمعنى ايش؟ اقول نفي بمعنى النهي، اي النفي بمعنى النهي، او خبر بمعنى الانشاء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا معلى يعني بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. يعني هذا الـ طيب هذا الحديث الأول قلنا تكلمنا عن إسناده، يعني إسناد صحيح. طيب هذا الحديث الثاني في محمد بن ميمون هو حسن الحديث ولا لا؟ صدوق له أوهام، لكن يبدو أن هذا الحديث فيه كلام ولا لا؟ فيه كلام. الحديث هذا الذي قال فيه صدوق له أوهام اللي هو ابن حجر فيه كلام للبخاري، فيه البخاري يقول فيه منكر الحديث. البخاري يقول في ميمون هذا محمد ميمون منكر الحديث، وإيش منكر الحديث؟ نعم يقول فيه منكر الحديث، وبالتالي ذلك بعض أهل العلم بيّن أن هذا الحديث منكر لأنه مخالف للأحاديث السابقة التي ذكرنا. وإن كان عند ابن حجر أنه صدوق فالحديث يكون بهذا الشكل إيش شاذا، لأن الشاذ عنده مخالفة مقبول للرواية، يعني هو ضبط ابن حجر هذا الكلام بدل ما يقول مثلا مخالفة الثقة لمن هو أثق منه فلا يدخل الصدوق، لا هو إيش قال مخالفة مقبول للرواية لمن هو إيش أولى منه، لأنه أوثق أو لأنه أكثر، وهذا الجواب الأفضل، يعني مخالفة مقبول للرواية من هو إيش أولى منه ضبطا أو عددا أو يعني صفات أو عدد، هذا الأجود في تعريف الشاذ. الآن هذا إذا كان على قول ابن حجر فهذا حديث شاذ، واضح؟ ولكن النكارة ظاهرة في الحديث، النكارة ظاهرة يعني لوائح النكارة الحديث، يقول كيف لا يؤخر الطعام مع أن هذا الشيء يكاد يكون مجمعا عليه بين المسلمين، أن الطعام حتى عوام المسلمين، يعني حتى إن بعض يعني كنا في أيام العسكرية فيه ناس من الأعراب، الناس اللي هم ما يعرفون شيء عن الدين، يقول لك إيش القرض مقدم على الفرض، إيش يعني القرض مقدم على الفرض، يعني يقصدون الطعام القرض للطعام، يقول لك القرض مقدم على هذا حتى عوام المسلمين يعرفون هذا، لا أعرف يعني خلافا في هذا الأمر. على كل حال فهذا الحديث منكر، هذا الظاهر الله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم الطوسي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ يعني عبد الله بن الزبير كان أميرا، والناس يصنعون للأمير، يعني يصلحون الطعام للأمراء، ولا سيما في عهد ما بعد الصحابة، يعني عبد الله بن الزبير صحابي، وابن عمر صحابي، وكلهم، لكن يعني دخلنا في عصر التابعين وعصر ليش الخروج على ما يعرف من قلة الطعام والتقلل والتقشف والبذاذة ودخلنا في عصر إيش كثرة الطعام وكثرة الأصناف والأنواع. فإذا جاء هذا الحديث لهذا النوع من الناس ظنوا يحملوا على مصطلحهم في الطعام، المصطلح الصحابة في الطعام إيش ما يقوم به صلوهم انتهى، لقيمات يأكل ويقوم، يعني كل طعامهم لما تجمع الطعام على بعض إيش خمس دقائق يأكل ويقوم، ما في عندهم هذا الطعام كثير، وبعضهم ربما يأكل التمرتين والثلاث وبعضهم كذا ويكفي ويقوم. حتى إن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تميرات، صحيح ولا لا؟ فلما يجد حسوات ماء، إيش معنى هذا بالنسبة لنا مصطلحينا نحن؟ يأكل تميرات ثم إيش يصلي وثم يفطر. إذن التميرات هذه كانت إيش
هي فك الريق فقط. لا هو هذا كان عشاء خلاص انتهى. فيعني لا نحمل مصطلح الصحابة على مصطلحنا المصطلح الطعام. لا أنت تريد أن تأكل كل ما في مشكلة. أما أنك تقول والله النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر ثم يصلي، تمام تمام، أنا أريد أن أفطر ثم أصلي. كيف أفطر؟ هاتوا الأسدورة الطعام والجفنة، تعرفون الجفنة، هات الجفنة ويجلس عليها هؤلاء يحملها ستة من الرجال، كيف ستصلي بعد ذلك؟ فلا هذا كلام غير يعني. لذلك ابن عمر رضي الله عنه قال له ويحك، أنت بتظن الصحابة كانوا يأكلون مثل ما يأكل أبوك؟ الناس كانوا يأكلون صنفا واحدا، وبعدين لما يوضع الملح مع الزيت يقول لك أكلوا صنفين، ها؟ فأنت تقول إيش هذا؟ يقول لك الباب التنويع في الطعام، فيذكر إيش الخل مع الزيت مثلا، ولا إيش مر معنا الحديث. على كل حال فسيمر معنا أحاديث قضية خلط الطعام، سترى إيش خلط الطعام عندهم. يعني من أعظم خلط الطعام عندهم أن تأكل التمر مع السمن مع الأقط، يقول لك أكلوا الحيس. وكذلك من الطعام المخلوط اللي هو يسمى إيش الثريد، الثريد المرق مع الخبز، هذا الطعام. أما نحن فأظن أن بعض السفر تصل إلى 20 صنفا موجود هذا. إحنا قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، حس الآن ماشي. لكن لما يأتي حديث يقول العشاء ثم العشاء، لا تحمل الحديث على هذا المعنى، احمل الحديث على المعنى الأول، العشاء تعشى واخرج، وبعد ذلك تتعشى مرة ثانية ومرة ثالثة، هذا موضوع آخر يدرس في مسائل الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل اليد عند الطعام. الحديث فيه الضحاك بن عثمان، هذا فيه كلام أظنه لا ينزل عن رتبة الحسن. قال فيه صدوق يهم، صدوق يهم، قلنا صدوق يهم هذا تحتمل، وهذا بالذات حسن الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل اليد عند الطعام. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بالوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حديث صحيح. وهل تغسل اليد من أجل الطعام؟ طبعا عند بعض الناس يذكرون ما يسمى بأداب الطعام، فيذكرون من أداب الطعام غسل اليدين قبل الطعام وغسلها إيش بعد الطعام، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا قبل الطعام ولا بعد الطعام، وإنما ثبت إذا أكل ما فيه زهومة أن يغسله، لكنه إذا لم يلحق بيده زهومة ما عليه شيء، الدسم يعني فقط. حديث الغمر، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى اللي فيه ذكر من نام وفي يده شيء من غمر فلا يلوم نفسه، هذا من أجل النوم. لكن غسل اليدين من الطعام أو قبل الطعام فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم وردت أحاديث لكنها غير صحيحة، وبعض الناس تجدهم يقيمون الدين على مثل هذه الأحاديث، يعني دينهم قائم على إيش؟ على أحاديث ضعيفة لا تصح، والدهر كله يحدثون بهذه الأحاديث ومن الآداب، وبعدين يقول لك من الإعجاز العلمي في الحديث النبوي لأن الأصابع ما أدري إيش فيها وغدد وما خلايا، وعندما يعني يغسل اليد إيش هذا الكلام، وبعدين يطلع الحديث ضعيف وينسب للدين نوع من يعني الدروشة. نعم. قال رحمه الله: باب غسل اليد قبل الطعام. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا قيس، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان شقيق يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود: وهو ضعيف. نعم هذا أيضا ضعيف، وذكر التبويب هنا نسخة
والأجود تركه، لأن كلمة الوضوء عند الطعام يعني قبل الطعام نفس الشيء يعني، وبالتالي فهذا يدل على أن هذا التبويب وهو جيد يعني، ذكر تبويب جديد وهذا نسخة ليس موجود في كل نسخ. وهذا الحديث ضعيف أيضا، فيه القيس صدوق تغير عندما كبر، وإيش أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. نعم الحديث ضعيف لا يصح، ولا يصح أي شيء في الوضوء قبل الطعام، الوضوء اللي هو إيش غسل اليدين يعني، لا يصح لا قبل الطعام ولا بعده. وكذلك الوضوء بعد الطعام يصح فقط في ماذا؟ فيما إذا أكل الإنسان وما مست النار، فإنه يستحب له أن يأكل أن يتوضأ، لكنه لا يجب، لكنه لا يجب. نعم. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال أبو داود وهو ضعيف نفسه. ما ذكر الله عليكم عندي وكان شقيق، وهذا في نسخة، وأشار أنه في حاشية إحدى النسخ وليس في صلبها، وكان سفيان بدل سفيان يعني. أي نعم، الذي في شقيق. متن النسخ وكان شقيق في نسخة ابن حجر، وأما وكان سفيان فهي على حاشية إحدى النسخ. نعم سفيان على حاشية. نعم يقول هنا حكاية رأي سفيان هذه أثبتناها منها، وهي برواية ابن داسة، وأشار إليه الحافظ في هامش نسخته، إذن ثابتة. ويكون أبو داود رحمه الله تعالى ترك ذكر ذلك بعد فيما بعد، لأنه ليست موجودة في رواية أبي القاسم اللي هي آخر عرضة أو عرضتين يعني. نعم. قال رحمه الله: باب طعام الفجاءة. حدثنا أحمد بن أبي مريم، حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم، حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفه، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. نعم يعني طعام الفجاءة طعام يحضر يعني، ليس معدا يعني له أنك تحضر أو تدعى إليه وكذا، يقول لك تعال تفضل كل مررت به، قالت تفضل الطعام طحفالك ما أدري الكلمات اللي يقولون الناس. على كل حال الحديث يعني إسناده حسن. هنا يقول المحقق صحيح الغيري: وهذا إسناد الرجال الثقات إلا أن أبا الزبير ومحمد بن مسلم من تدرس مكي لم يصرح بسماع جابر، والليث بن سعد لم يروه عن أبي الزبير مباشرة، فتحمل عن عنة أبي الزبير على السماع. وهذا الكلام ذكرنا نحن أن هذا يعني لا حاجة إليه، وإنما نحتاج إليه عند المضايق، وطالما أن الكلام ليس فيه ما يعني ما يظهر عليه من نوع من النكارة ولا مخالفة، فمثله يقبل حديثه من غير التصريح بالسماع، حتى لو لم يكن من رواية الليث عنه مباشرة أو بواسطة. أي نعم، الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف حديث أبي الزبير عن جابر إذا لم يصرح بالسماع. هنا إيش كلامه فيه؟ ضعفه؟ لأجل ذلك. مع أن الليث هو أحد رواة هذا الحديث لكنه لم يروه عنه مباشرة، ولو كان من الصحيفة التي أخذها وأشار إليه أبو الزبير أنه سمع منه لصرح بالتحديث عنه، لأنه أخذها عنه مباشرة. مش هيك؟ ها؟ طيب ماذا نستدل بهذا الحديث؟ استدل لما كنا نقول، من يتنبأ إلى ما كنت أقول، وأن الأصل أننا نمشي رواية أبي الزبير عن جابر وإن لم يكن من رواية الليث، مع المحقق لا يوافق على ما نقول، مع ذلك حسن الحديث. القاعدة أنه لا يحسن الحديث، ولم يصرح أبو الزبير في هذا. كيف تحمل على الاتصال؟
ما لكم يا جماعة؟ طيب الليث أليس على علم بأن على فرض أن كلام صحيح يعني أن الليث أخذ الصحيفة وقال له أعلم لي على ما سمعته ولا لا؟ طيب فالأصل أن عند الليث كل ما سمعه أبو الزبير وأن ما حدث به الليث عن أبي الزبير فقد ثبت فيه سماعه، صحيح؟ إذن ما رواه الليث عن أبي الزبير بواسطة ليس مما علم له، وإذا لم يكن مما علم له فهو أحد شيئين، إما أن أبي الزبير فيما لم يعلم له يوجد أحاديث سمعها، أو أنه لا يوجد ولا حديث سمعه مما لم يعلم عليه، صحيح؟ هذا خيران وانت اختار. فإذا كان اعتقاد إذا كان صحيحا أن الليث قال هذا وقال أنه ما لم يعلم عليه فلم يسمعه، فإن الليث قبل أن يروي عن أبي الزبير ما لم يسمعه ويعلم ذلك ولا لا؟ طيب لماذا سأله؟ طالما أنك تجيز نفسك أنك تروي عنه من غير ما تبين للناس أنه أبو الزبير رجل مدلس ولا تروي عنه إلا ما سمع، أنا رويت عنه ما خبرتكم الآن. هذا واحد. اثنين، هو بواسطة يعني بإسناد نازل، يعني الأولى أن أحدث عن أبي الزبير ما لم يسمعه لأن هذا إسناد أعلى وأنا أكون أدرى بأبي الزبير حينئذ، أما بعد ما أكون أصلا لم يسمعه من أبي الزبير، وهذا أكثر تأكيدا سمعت من أبي الزبير 100%، سمعت من واحد آخر عن أبي الزبير وليس مما علم لي عليه، واضح؟ هذا أيضا يدخل في النفس إشكالية فيما يقال بأن الليث لا، هذا ليس الظاهر، أن هذا غير صحيح بهذا الشكل، وإنما نعم أبو الزبير علم له على أشياء سمعها وما لم يأتي من طريق الليث، فإن الأصل حمله على الصحة ولا تكفي قصة الليث في هذه المسألة، في إثبات مثل هذه المسألة لا تكفي، لا تكفي قصة الليث في إثبات أن كل من لم يعلم عليه الليث الليث لم يسمعه. ليش؟ لأن القصة تقتضي أن الليث لا يحدث عن أبي الزبير إلا في مسموعاته، صحيح ولا لا؟ طيب هو حدث هنا ولم يصرح برواية، أولا أبو الزبير لم يصرح بالتحديث والسماع، ثانيا روى عنه بواسطة ورواه عنه، ونحن نعلم أن ما علم له يمكنه أن روايته عنه بدون واسطة ولا بواسطة؟ ما علم له عليه يروي بواسطة ولا بدون واسطة؟ بدون واسطة. بدون واسطة ولا بواسطة؟ طيب ليش روى هنا بواسطة ومعنعن؟ واضح؟ أنا أرجو أن ترجعوا وتراجعوا أنفسكم في هذا، من كان في نفسه ريبة في هذا الموضوع، أن ما اجتمع لنا من مرويات أبي الزبير، نحن نتكلم عن هذا الكلام من أيام السيرة، يعني تقريبا من قرابة يعني يعني من أكثر من 10 سنوات احنا ذكرنا هذا الكلام، عندما مرت علينا مرويات من مرويات أبي الزبير وبعضها في صحيح مسلم ما صرح فيها في السماع وضعفت، أن الأصل ومع إكبارنا واحترامنا لمن يضعف ومن يقول بكونه مدلسا، هؤلاء علماء كبار من السابقين والمتأخرين، لكن القضية تحتاج ليش؟ لأنه ما قاله فلان يعني ابن حجر ولا غير ابن حجر رحمه الله تعالى جميعا هو ليس كتابا مقدسا، ولكنه جهد مشكور وبذل فيه علم وفيه اجتهاد وفيه كذا، ولكن إن ظهر لك شيء أقوى مما قالوا من كلام غيرهم فالأصل أن الإنسان تابع لما هو يراه صوابا وليس لما يراه غيره فقط مجردا، ينظر في هذا الأمر. كذلك أبو الزبير غالب مرويات أبي الزبير المعنعنة لا يرى فيها النكارة، كذلك غالب مرويات أبي الزبير المعنعنة لم يثبت عندنا أنه عنعنها لأنه بينه وبين الصحابة بين جابر راوي ضعيف، يعني هناك أدلة على كون الإنسان مدلسا من هذا النوع من التدليس، يعني ما الإشكال؟ لذلك نقول ما في مشكلة، أبو الزبير يعني متهم بالتدليس أو كان متهم كبير يعني
موصوف بالتدليس، وبعضهم وصفه بالتدليس الشديد، لا نوافق على وصفه بالتدليس الشديد، ونوافق على وصفه بمطلق التدليس. وهذا المطلق من التدليس وصف به أئمة كبار أعلام ووقعوا فيه، وقد لا يكون مذموما في بعض الصور. وبالتالي فإن وأحيانا تشتد الحاجة إلى الحديث المعين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا نجده إلا من رواية أبي الزبير عن جابر، فماذا نفعل؟ فإذا ضعفناه فهذا ليس هو الورع. في يعني كما أن من الورع الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يصح عنه، فمن الورع صيانة الحديث النبوي بالحفاظ عليه إذا ظهر أنه إيش؟ أنه ثابت. والذي يظهر لي أن أبا الزبير ثقة، وأن هذا من جهة الكلام في أبي الزبير نفسه وليس مجرد صدوق. ثانيا الذي يظهر أن أبا الزبير والذين يقولون فيه صدوق ويدلس ويكثر التدليس في كثير من المواضع قالوا هذا، وفي كثير من المواضع يقولون في إسناد انفرد به إسناده صحيح. نعرف أن الإسناد الصحيح هو الذي اتصل بنقل العد الضابط وليس بنقل الصدوق، وهو عدل لكن ليس كثير الضبط، ليس تام الضبط. فعلى كلامهم عند التنظير هذا خفيف الضبط، ما هو تام الضبط. فالأصل أن إسناده ليس صحيحا، فنجد من ناحية العملية أن إسناده صحيح، وهذا يدل على أننا يمكن أن نقول أنه ثقة من هذه الجهة. ثانيا الكلام في كونه مدلسا موافق عليه، لكن إيش؟ لكن ليس التدليس الشديد الذي يخشى منه ويخاف منه، ولكن عند المضايق نعامله مثل ما نعامل الأعمش، ونعامل يؤخذ حديثه إلا عند المضايق، ليس في منزلة الأعمش في هذا الجانب يعني، لكن لا يترك حديثه لأجل عدم التصريح بالسمع. طيب، وهذا الحديث فيه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل، هو الشعب عبارة عن ممر في الجبل، وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة. الحجفة هي عبارة عن ترس مطرق من جلود، يعني أكثر من جلد وضع وجفف، صار إيش؟ صار ترسا يتترس به من العدو. وهذا الترس من النوع اللي يستعمل مثل الصحفة أو مثل كيف الصينية، احنا نسميها صينية، هذه عارفين الصينية، فتستعمل من أجل وضع الخبز فيها ومن أجل كذا، ويمكن إذا كانت مقعرة أن يوضع فيها الماء، لأن هذه صارت صلبة بسبب إيش؟ أنها طرقت وأنها جففت. ووضع هذا التمر على الترس أو الحجفة، قال فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء، مع أنه راح قضى حاجته. ولو كان لو كان مس الماء من أجل الطعام مطلوبا لكان فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وإن من المطلوب الطهارة، ونحن نجزم أنه قبل أن يخرج من حاجته تطهر فقط. أما غسل يدين بنية أكل الطعام فهذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جعله من السنة فقد أتى بابا من أبواب مخالفة السنة. أما لو أن إنسان غسل يديه قبل الطعام من باب النظافة هذا شيء جيد وشيء مطلوب. يعني أنا مثلا دخلت عند ناس مثلا وأنا جئت من العمل، جئت من كذا، وقدموا إلي الطعام، أغسل يدي ولا ما أغسل يدي؟ يدي فيها تراب فيها كذا، أخي أغسل يدي. وقدم الصابون أيضا والهذا لضيفي إذا تقدم للطعام لا بأس، لكن لا على أنه إيش؟ على أنه سنة. وبعض الناس إذا تقدم الناس يأتي بالإبريق ويأتي بال غسلوا يا إخواننا لأنه هذا من السنة، هذا كلام ما هو صحيح. نقف عند هذا الحد. نعم، تطهر، نجزم بأنه تطهر من حاجته ولا ما تطهر من حاجته؟ لا بد من أكون تطهر من حاجته. نقف هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.